مكملين فقرات برنامجنا ترندز، وجي معادنا دلوقتي مع السوشيال لاب اللي بنحلل فيه كل اكاونتس المشاهير على السوشيال ميديا عشان نفهم معاكم بالارقام كل واحد بيتعامل مع السوشيال ميديا ازاي وبيستخدمها ليه. نجم السوشيال لاب النهارده هو تامر حسني. تامر حسني بيعتبر من اكتر نجوم العرب اللي عندهم فولورز على الانستغرام، وصل عددهم ل 24 مليون فولور، وعدد اللي تامر بيتابعهم 107 فولور بس. معظمهم نجوم بتربطوا بيهم علاقة صداقة زي أحمد السقا، محمود العسيلي، أكرم حسني، محمد هنيدي، دنيا سمير غانم، وأمينة خليل. تامر نشر كام صورة لحد دلوقتي على إنستجرام؟ حوالي 1817 صورة وفيديو. لقينا إن معظم الصور عنده عن شغله وتحضيرات لحفلاته أو بروفات لأغانيه، بوسترز لأفلامه، واستقبال الجماهير ليه في كل الدول. وكمان بيحب ينشر المواقف المضحكة اللي بتقابله في الحفلات. اللي لفت نظرنا أكتر حاجة إنه بيحب الأطفال جداً وبيدعمهم وبيديهم الثقة، فهنلاقي إن تامر منزل أكتر من 50 صورة وفيديو لأطفال بيغنوا أو بيلعب معاهم. وفي صور كتير بتجمعهم مع نجوم الوسط الفني زي أكرم حسني، نانسي عجرم، أمينة خليل، أحمد السقا، وخالد الصاوي. أما عن حياته الشخصية فهو مش بينزل صور كتير لبسمة وبناته، وأما عن حبه لبسمة بوسيل فبيظهر في اهتمامه بشغلها ودعمه المستمر ليها. من الانستجرام لتويتر بيتابع تامر حسني 3,900,000 فولور، وهو بيتابع 33 أكاونت، ونشر لحد دلوقتي حوالي 4,783 تويت، وآخر تويت نشرها كانت من كواليس فيلم البدلة مع الفنان ماجد المصري وأكرم حسني، وكتب: حلاوة المشهد ده إننا عدناه 60 مرة عشان ماجد بيضحك بجد وبصوت عالي في كل مرة، ودي المرة الوحيدة اللي ضحك فيها وعارف يداري وشه بعد جملة إحنا جايبينه يتعشى يا ابني، بس باين برضو للي يركز من فيلمه البدلة. وبكده تكون خلصت فقرة السوشيال لاب. هنروح فاصل ونرجع نكمل حلقتنا.